ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معنا النهاردة نعمل الدجاج بالرز أو رز بالدجاج، رز بالفراخ. تعالوا نشوف نعمله مع بعض إزاي، وفكرتي من الأكلة دي إزاي نخلي فرخة حسب وزنها تكف عائلة كبيرة وبنفس هادية وزي الفل. ومعنا الرز المصري الجميل، هنشوف إزاي ياخد طعم الفراخ. مقادير الأكلة بتاعتي ببساطة: دجاجة حسب وزنها وحسب عدد أفراد الأسرة، معانا رز مصري 1 كيلو تقريبا، ومعانا بصل، ومعانا التوم، معانا بقدونس ناعم، معانا هريسة حمراء اللي هي الفلفلة الحلوة، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، شوية كمون، شوية كزبرة، وشوية حب. الحب ده موجود في مطبخك ولازم يكون موجود قبل ما تفكر تخش المطبخ. ليه يا عم الشيف؟ عشان الأكل يطلع جميل وزي الفل. تعالوا مع بعض نقطع الفرخة كده بلطفة، وسنيت السكينة بمسن حديد أو مستحد من اللي موجود عندك. الطبيعي إنك لازم تمسحيها مباشرة كده بمنديل عشان نتيجة احتكاك المعادن ببعضيها. حلو الكلام؟ طيب ناخد الفرخة كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا بيضة يا حلوة، اللهم صل على النبي. هنقطعها كده مع بعض. أنا دايما مش بحب السلسلة بتاعت الفرخة لأنها بتاخد وقت كتير في السوى، زائد ان هي بتعمل لي مشاكل فيها كتل دمويه مش عايزها، ولكن ما ارميهاش، بحطها هنا في حله. الحله دي فيها بصل، فيها توم، فيها فليفر كده وبكي جرنيه عشان اخد شويه شوربه حلوين. حلو الكلام. الموضوع بسيط وسهل. في قلب الميه اللي بتغلى على النار بصلايه حلوه كمان بحطها اهي. توم تديني شويه شوربه حلوين. عايزه تعملي شويه شوربه شعريه من شوربه الفراخ هتعملي، عايزه تعملي صينيه بطاطس بالفراخ هتعملي. حلو الكلام، جاهزين عندي من البدايه. ناخد الفرخه بعد كده نقطعها بالشكل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي في النص كده، التقطيع دي مهمه، بقت نصين معايا، ده الطبيعي. باخد كده الورك ده لوحده، الورك جزئين. حلو، نحطهم هنا كده. نيجي على الصدر في الجناح، ده أكلتي المفضلة في الفرخة. ناخد الصدر ده كده، هي السكينة عارفة هي ماشية فين أهو، زي الفل. كده معايا كام؟ 5 قطع، اللهم صل على النبي. نفس الطريقة، وهتكفي العيلة والعيلة والجيران، وتعزمي حبايبك وصحابك بقلب جامد. حلو، ناخد الجناح بتفاصيله. عايزة تبقي زي الشيف كده شاطرة في المطبخ، تاخدي الجوانح دي تخليها على جنب، تجمع لك نص كيلو كيلو تعملها مع الباربيكيو صوص، وارد تعملها كريسبي تبقى لطيفه وجميله. ادي الفراخ معانا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شفتوه ده كده، قطعتها بسكينه حاميه من غير اصابات. حلو الكلام، والبلانشه بتاعتك نظيفه وزي الفل، وانت واقفه في المطبخ كده رايقه وفايقه. تعالوا مع بعض في الطاسه الشديده الحراره على النار، بنحط 2 معلقة من زيت الزيتون، اللهم صل على النبي. ومع زيت الزيتون ده يا عم الشيف 2 معلقة سمنه حلوه من اللي انت مخزناها للشهر الكريم اهو، عشان نحمر الفراخ دي يا عم الشيف، وناخد الفليفر والطعم بتاع الفراخ عشان ننزل بالرز بتاعنا مكان تحمير الفراخ. هي دي التركايه اللطيفه الجميله اهو. حلو قوي. نتبل الفراخ كده تتبيله سريعه مع بعض. ايه تتبيله الفراخ يا عم الشيف؟ البهارات الموجودة عندك أساسي، فيها شوية توم حلوين، الله، بصلاية ناعمة على الفراخ، لازم التتبيلة دي للفراخ. حلو قوي، اللهم صل على النبي. ومعانا من البابريكا شوية، بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا كركم. الفراخ لونها وشكلها اتغير، الله عليك يا درش. ونخش بالفلفل الأسود والملح بتاعنا، اللهم صل على النبي. شايفه الفراخ اتحضرت ازاي واتجهزت؟ اللهم صل على النبي، زي الفل. حلو قوي، ومعايا عود زعتر حلو كده محترم اهو. حلو قوي، هنمسك الفراخ يا عم الشيف بالخلطه اللطيفه دي كده اهو، ونقلبها كويس اهو. شفت الحركه دي؟ شفت الشقاوه دي؟ شفت الجمال ده كده اهو اهو. بصله ناعمه، تومه ناعمه، البهارات اللي موجوده عندك في المطبخ، ويا ريت ما تخزناش كتير اهو، ويا ريت تستقبل الشهر الكريم بشويه بهارات حلوين كده في المطبخ عندك، فلفل اسود مطحون يعني حديث
كمون، كزبرة، الحاجات دي أساسية عشان طشة الملوخية في الشهر الكريم لازم كزبرة ناشفة. هناخد الفراخ بالشكل ده يا عم الشيف والتحميرة الحلوة دي كده، اللهم صل على النبي. فرخة بتتكلم في قلب الحل. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ هو ده مكان مخرجنا الجميل المبدع، مكان تحمير ومكان تتبيلة الفراخ، ننزل بالرز. هو ده المطبخ. ده مكان تتبيلة الفراخ. والله زي الفل. حلو الكلام زي ما هو كده. اللهم صل على النبي. هتعمل ايه يا شيف؟ هنمسك الرز ده نقلبه. اللهم صل على النبي. ده رز مصر مش بسمتي، ويتقلب مكان تتبيلة الفراخ. هي دي شقاوة المطبخ. الله عليك وعلى والديك. ليه يا عم الشيف عملت كده؟ عشان ياخد التوابل وياخد البصله وياخد التومه اللي انا متبل بيهم الفراخ يا عم الشيف. الله. واحضره كده، انا محضره زي الفل. تمام. ونشوف الفراخ اخبارها ايه. اللهم صل على النبي. معانا جزر مبشور. فين الجزر؟ العب يا جزر. ينزل على الرز. دي فكره جديده يا شيف والله. ده برياني؟ لا. ده مندي؟ لا. ده رز بخاري؟ لا، لان اللي انا بقولهم دولت لازم رز بسمتي. ده رز مصري له معامله خاصه، لانه طبعا الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده فيه غنيه جدا. حلو الكلام. نزلنا بالجزر. اللهم صل على النبي. ونقلبه مع الرز. فكره جديده يا شيف والله. السكريات اللي موجوده في الجزر، الالياف اللي موجوده في الجزر، وطعم الجزر مع الرز ونشوياته وكربوهيدراته، مع الفليفر اللي نازل من الفراخ في قلب السمنه في قلب الطاسه. هنشوف الدلع دلوقتي. شفت الحلاوه دي كده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ اتاكلنا زي ما هو كده. اصبر على رزقك. حلو قوي. هنخليه على جنب ونشيل ده من ده هنا. اللهم صل على النبي. ونشوف الفراخ وصلت لفين معانا. تقليبه حلوه. الله، اتغير لونها ازاي؟ التتبيله الحلوه خدت بصمه على طول، خدت الصدمه الناريه على طول. الفراخ استوت والله. 10 دقايق الفراخ دي هتاكل منها. زي ما هي كده يا اختي، زي ما هي كده. كل اللي انا هعمله دلوقتي كده، جوزي بيحب الحار، ربنا يديله الصحه. اعمل ايه؟ اعمل دول كده. حاجه جديده دي والله يا شيف. حلو. وزي ما هو كده ناخد الرز بتاعنا الجميل. اللهم صل على النبي. ننزل بينا كده. وحقوق الطبع في المعطيات والبرهان لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. الله عليك يا مغازي. إيه السرعة دي؟ وإيه الجمال؟ وإيه البساطة؟ وإيه السهولة دي؟ ولكن طعم جديد. بس خلاص. حلو. معانا المية بتغلي على النار. فاكرين المية دي مش مية، دي شوربة بوكي جرنيه يعني عينية. زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ بالراحه خالص كده. شفت البوكيه جرنيه ده؟ هو ده. شفت الميه لونها متغير ازاي؟ هناخد كده مع بعض. يا نعم. لا، دي بقى هي التركايه هنا بقى. عيار الميه هنا بقى مختلف، لان الرز فيه جزر، وجزر يعني فيه سوائل. وامسك الرز اشربه كده يا عم الشيف. طيب عينيه زي الفل. طبعا انا هبدا احط الماء المغلي على الرز والشوربه يعني، والفراخ عندي اتحمرت مع رز بالجزر، فانا ده هحط اظبط عيار الميه كده، لان ده مهم للساده المشاهدين. اول ما اشوف ظهور الميه هناخد بعضينا ونطلع فاصل دلوقتي صغير، ونرجع لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بتيجوا مع بعض نشوف الرز اخباره ايه. اللهم صل على النبي. الفراخ تحت الرز. اصبر على رزقك شوي. الفراخ دايما تكون منها للنار المباشره
ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ ايه التفاصيل دي؟ حاضر، هتظهر دلوقتي، هتظهر دلوقتي. كله عايز الفراخ تطلع فوق. والله استوت. طب ايه اللي يقول لنا ده استوت؟ هنجيب جناح الفرخه دي ونشوف اخباره ايه. هل هي ده لو فصل من اللحم؟ بص اهو، شوف الحلاوه دي كده اهو. بص عليا، بص على الحلاوه، تفاصيل تفاصيل. ايه الحلاوه؟ بص على الحلاوه، زي الفل. تمام، نغرف الرز مع بعض. اللهم صل على النبي. شويه رز حكايه، فيهم طعم الجزر. والله عايزه تحط زبيب، اهلا وسهلا. عايزه تجودي وتحط شويه مكسرات، اهلا وسهلا. بس دي مش كبسه، علشان احنا موضوع تاني وطعم تاني مع الرز بتاعنا النهارده. اللهم صل على النبي. نغرف الرز ده كده سريعا، عشان معانا لسه حلويات ومعانا طبق سلطه لطيف وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. رز بالفراخ. انا عاجبني قوي القرن الفلفل الحار السبايسي اللي جوه الرز ده كده، وتفاصيله بالوانه. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ وطعم الجزر. اللهم صل على النبي. اللي عايز الفراخ بقى يبذل مجهود بقى، ويضرب المعلاه ويضرب الشوكه ويضرب الطبق علشان يشوف الفراخ فين في قلب الرز، واحنا هنظهرها دلوقتي. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله. انا عايز اوريك الفراخ عشان تقول، بيسالوني واحنا في الفاصل، الفراخ استوت يا شيف؟ طبعا استوت. شوف اللحم بتاع الفراخ، شوف اللحم بتاع الفراخ، شوف تفاصيله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يلا.